وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم الينا هاتفيا السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير بعد التحيه، يعني هذه الدوره تختلف عن سابقتها من الدورات التي انعقدت منذ عام 2000 هنا في القاهره، الان هذه الدوره تنعقد في ظل مواجهه العالم بوجه عام والقاره الافريقيه بوجه خاص لجائحه كورونا. في تقديرك ضيفي الكريم، كيف ستسهم هذه القمة في مساعدة دول القارة على تجاوز هذه الأزمة اقتصاديا؟ يعني اسمح لي بداية حضرتك ان انا اشير الى عدة نقاط. تفضل. النقطة الاولى، اولا ان هناك إرادة سياسية قوية من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم وتعزيز العلاقات مع القارة الافريقية خلال الفترة القادمة. نعم. وده انعكس في تصريحات الرئيس ماكرون التي تتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عندما أعلن في أول يناير الماضي أن القمة الأوروبية الإفريقية السادسة سوف تعمل على تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع إفريقيا. نعم. النقطة الثانية أن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أشار أيضا إلى أن القمة الأوروبية الإفريقية هتكون فرصة لبناء نموذج جديد للتحالف الأوروبي الإفريقي في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والثورة الرقمية ومكافحة الإرهاب والأمن ومكافحة التغيرات المناخية. نعم. الاتحاد الأوروبي في إطار اعتزامه التوجه إلى شراكة استراتيجية جديدة مع القارة الإفريقية قرر تخصيص 150 مليار يورو في ديسمبر الماضي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي اللي أطلقها في ديسمبر الماضي واللي معروفة باسم البوابة العالمية واللي تم من خلالها تخصيص 300 مليار يورو للتعاون الدولي. هذا فضلا عن تأكيد رئيس المفوضية الأوروبية على أن أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في القارة الأفريقية وأن قضية الاستثمار هتكون في مقدمة القضايا اللي هيتم مناقشتها اليوم في القمة الأفريقية الأوروبية. ده كله بيعكس وجود إرادة سياسية قوية من قبل الاتحاد الأوروبي للنظر نظرة غير تقليدية للقارة الإفريقية والتوجه إلى إقامة شراكة استراتيجية جديدة مع القارة الإفريقية. وده نتيجة أولا أن مشاكل القارة الإفريقية والتحديات اللي بتواجه القارة الإفريقية بتنعكس بالسلب على الاتحاد الأوروبي، أو بمعنى آخر بتعد مشاكل للاتحاد الأوروبي. في مقدمة هذه التحديات والمشاكل، أولا الإرهاب وانعدام الأمن في بعض الدول الإفريقية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء، عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، تغيرات المناخ واللي بتؤدي حتما إلى موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية. يعني نقدر نقول أن مشاكل الإرهاب وتحديات الإرهاب، مشاكل عدم الاستقرار، تغيرات المناخ، كل هذه القضايا من شأنها إذا لم يتم تقديم الدعم والمساعدة الإفريقية لمواجهة هذه التحديات سوف تنعكس بالسلب على القارة الأوروبية وفي مواجهة هذه السلبيات الهجرة غير الشرعية في مواجهة الاتحاد الأوروبي. لا. الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بيتطلعان اليوم إلى شراكة استراتيجية جديدة وليست شراكة تقليدية كما كان في الماضي، إن هذه التحديات هي تحديات مشتركة بتواجه الاتحاد الأوروبي وبتواجه القارة الأوروبية، وده انعكس في الكلمات اللي ألقيت اليوم من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس ماكرون اللي بتتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية حاليا. وهنا بنشير إلى ما أكد عليه الرئيس ماكرون إن أوروبا سوف تكون أول المتأثرين سلباً إذا فشلت إفريقيا في مواجهة التحديات التي تواجهها، وده بيعكس اهتمام كبير من الزعماء الأوروبيين نحو تفضيل الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع القارة الإفريقية وأهمية مساعدة القارة الإفريقية في العمليات التنموية المختلفة وفي تطوير البنية التحتية وتدفق الاستثمارات الأوروبية إلى القارة الإفريقية، لأن ده معناه أولا توفير المزيد من فرص العمل في القارة الإفريقية ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية في مواجهة القارة الأوروبية.
نعم سعادة السفير، هذه المحاور التي تحدثت عنها من خلال كلمات القادة الأوروبيين في فعاليات افتتاح هذه القمة الأفريقية الأوروبية، إذا حلت هذه المشكلات التي أشرت إليها كيف ستكون الصورة ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي؟ أولا سوف تتسم العلاقات بأولا أنها تبقى علاقات استراتيجية فعالة في إطار من المساعدة المستمرة من القارة الأوروبية للقارة الأفريقية، وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة المشتركة للجانبين، الجانب الأوروبي والجانب الأفريقي. وهنا حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. أولا إذا قامت القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي بدفع مزيد من التدفقات المالية والاستثمارية من الدول الأوروبية إلى القارة الأفريقية، هذا سوف يؤدي أولا إلى عدم مغادرة الشباب الأفريقي لأوطانهم، وسوف تؤدي هذه الاستثمارات إلى توفير المزيد من فرص العمل اللي بيلجأ إليها وبيتطلع إليها الشباب الأفريقي، ومن ثم سوف يؤدي ذلك إلى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خاصة أن أفريقيا هي المصدر الأول للهجرة غير الشرعية لأوروبا. الاتحاد الأوروبي استفاد من القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، وآن الأوان أن يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الأفريقية والعمل على أولا مساعدة الدول الأفريقية في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء ونقل التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى القارة الأفريقية، زيادة الاستثمارات الصناعية وزيادة الاستثمارات الأوروبية في تطوير البنية التحتية الأفريقية، هذا فضلا عن مساعدة الاقتصاديات الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا. وهنا حضرتك خليني أشير إلى التقرير اللي صدر عن البنك الدولي واللي أشار إلى أن الاقتصاديات الأفريقية سوف تعاني عجز سنوي خلال الفترة القادمة حوالي 300 مليار دولار نتيجة تأثر الاقتصاديات الأفريقية بجائحة كورونا. إذا وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب القارة الأفريقية في إطار من المساواة والدعم والاستثمار وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب وانعدام الأمن في بعض الدول الأفريقية، سوف ينعكس بالإيجاب على العلاقات الأفريقية الأوروبية. هل هذا ما أشار إليه سيد جوزيف بوريل الممثل السامي لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما قال أنه لا يمكن مساعدة الدول الأفريقية إذا لم تحل مشاكل الهجرة غير الشرعية والإرهاب؟ بالطبع، لأن سيادتك أولا الإرهاب وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في بعض الدول الأفريقية وتأثير المناخ على القارة الأفريقية، كل هذه العوامل من شأنها العمل على استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو إلى دول الاتحاد الأوروبي. إذا وقفت دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب القارة الأفريقية في عملية التنمية وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا إلى الدول الأفريقية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل، ده سوف يساعد بدرجة كبيرة في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هناك مصلحة مشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لمواجهة الإرهاب وانعدام الأمن في بعض الدول الإفريقية ومساعدة الدول الإفريقية في الانتقال للطاقة الخضراء ومساعدة الدول الإفريقية في المجال الصناعي وتوطين التكنولوجيا والصناعة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ومساعدة القارة الإفريقية على إنتاج اللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات اللازمة للقارة الإفريقية اللي هي حتى اليوم لم يتحصل إلا على 10% من الشعوب الإفريقية على اللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا. هذا يأخذني إلى السؤال الأول سعادة السفير، هل هذه القمة في هذا التوقيت ستسهم في تجاوز القارة الإفريقية لهذه الأزمة الاقتصادية؟ يعني نتطلع إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ يعني الوعود والتعهدات التي أعلنها تجاه القارة الإفريقية خلال هذه القمة، والوقوف إلى جانب القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة، لأن زي ما أشرت أن وقوف الاتحاد الأوروبي بجانب القارة الإفريقية ومساعدة إفريقيا
في من خلال تدفق الاستثمارات وتطوير البنية التحتية ومكافحة الإرهاب، ده كله من شأنه أولا أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع في القارة الإفريقية ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لأن المشاكل الإفريقية بتنعكس بالسلب على القارة الأوروبية أخذا في الاعتبار الموقع الجغرافي أو المسافة الجغرافية بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية. وهنا حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الدفاع عن المصالح الإفريقية وقضايا القارة الإفريقية، واليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يؤكد على أهمية تقديم المساعدة والدعم للدول الإفريقية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيد الرئيس سوف يؤكد على أهمية نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية وأهمية تدفق الاستثمارات للقارة الإفريقية ومساعدة إفريقيا للتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء. كما أن السيد الرئيس سوف يعرض أمام القمة اليوم قضية التغير المناخي في ضوء استعداد مصر وجهود مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 نوفمبر القادم، وحرص السيد الرئيس على الخروج بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لهذه القمة، علما بأن القارة الإفريقية أو الاقتصاديات الإفريقية هي أقل الاقتصاديات العالمية، يعني أدت إلى تأثير المناخ وأقل الاقتصاديات العالمية تلوثا للمناخ، هذا على الرغم من أنها أكثر الاقتصاديات تضررا من الاحتباس الحراري والمشاكل الخاصة أو المرتبطة بالتغير المناخ. في سياق ذلك ضيفي الكريم، يعني القيادة السياسية تولي دائما الاهتمام بمسألة التنمية المستدامة 2030 في القارة الإفريقية بوجه عام، ولا يخلو أي محفل دولي للقيادة السياسية والسيد الرئيس إلا وتم التأكيد على هذا الأمر. يعني كيف ترى هذه القمة في هذه الدورة بالنسبة لمصر؟ يعني أولا يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارات سيادته الخارجية ومشاركة سيادته في كافة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات الدولية بيؤكد على أهمية مساعدة القارة الإفريقية للنهوض في كافة المجالات، ده من جانب. ومن جانب آخر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو دائما مؤسسات التمويل الدولية والنقدية والدول المانحة على الوقوف إلى جانب إفريقيا وتقديم التسهيلات المالية لإفريقيا بشروط ميسرة جدا من أجل مساعدة القارة الإفريقية في عمليات التنموية. أنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يؤكد على هذه المعاني اليوم، على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الدول الإفريقية والعمل على تعويض الدول الإفريقية عن الفترة الماضية من خلال التعاون الإيجابي من خلال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى القارة الإفريقية، هذا فضلا عن قيام الاتحاد الأوروبي بضرورة تحمله المسؤولية في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمتطرفين في القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة. معالي السفير، هل الدول الإفريقية في حاجة إلى مساعدة مباشرة بمساعدة نقدية تحديدا، أم أن هناك محاور أخرى أمامنا؟ الاستثمار، دمج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد العالمي، التحول الرقمي، كل هذه الأمور، هل نحن أمام مساعدة مباشرة الآن أم الأخذ بيد الدول الأفريقية للنهوض؟ يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على هذه النقطة، أن مصر بتتطلع إلى قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة دول القارة الإفريقية للنهوض تنمويا في كافة المجالات من جانب، ومساعدة الدول الإفريقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من جانب آخر. لأن تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا ومكافحة الإرهاب في إفريقيا وتدفق الاستثمارات الأوروبية إلى إفريقيا في كافة المجالات من شأنه أن يؤدي إلى انطلاق القارة الإفريقية خلال الفترة القادمة. احنا بنتطلع إلى شراكة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبين دول الاتحاد الإفريقي بتقوم على التعاون المشترك وتدفق الاستثمارات والمساعدة في تطوير البنية التحتية للقارة الإفريقية والعمل على
وضع حد ونهاية للعمليات الإرهابية والتطرف في القارة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي ودول الاتحاد الإفريقي دائما سيادة الرئيس أكد مرارا وتكرارا تتطلع إلى شراكة استراتيجية بتقوم على الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية من أجل مساعدتها تنمويا ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. أخيرا ضيف الكريم سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، يعني كيف نتابع هذه القمة ونحن ننظر ونترقب قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والتي يتم انعقادها في نوفمبر المقبل هنا في شرم الشيخ، كيف يمكن المتابعة بين هذين الأمرين؟ يعني اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يشارك في المائدة المستديرة الخاصة بالتغيرات المناخية، وده انطلاقا من استضافة مصر للقمة قمة التغير المناخي كوب 27 في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. والسيد الرئيس سوف يقوم بعرض الجهود والاستعدادات اللي بتقوم بها مصر من أجل أن تسفر هذه القمة عن نتائج إيجابية وعن نجاحات باهرة في هذا المجال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرب على أن تنجح هذه القمة بامتياز وأن تسفر عن نتائج ملموسة قابلة للتنفيذ تصب في صالح جميع أعضاء المجتمع الدولي، علما بأن كافة المشاكل والآثار السلبية للتداعيات المناخية سوف يعاني منها المجتمع الدولي بأكمله، ومن ثم لابد من التعاون الدولي وتضامن الدول من أجل مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.